صباح الخير، بتمنى تكونوا بخير بألف خير كلياتكم. نحن اليوم بمدينة بورصة، مدينة تبعد عن اسطنبول ساعة ونص طريق. أنا عندي تصوير وبدي شارككم يومي كيف راح يكون، وخصوصا هيدا الشوتينج مو مثل الشوتينج اللي بعمله مسرحة، هيدا الشوتينج مع مصممة أزياء عربية كويتية. يعني أول مرة في تركيا رح صور مع مصممة عربية، شيء كتير حلو وأنا بفتخر فيه. هو عبارة عن ملابس للمحجبات، عبايات وحجاب، فمشان هيك أنا قلت أكيد لازم أعملكم هيدا الفيديو عشان رح يكون كتير مميز ومختلف على الفيديوز اللي بعملها سابقا بخصوص الشوتينج. فبتمنى تحبوا الفيديو، بتمنى تشوفوا للأخير، تضلوا معي وشوفوا لنهاية الفيديو. وصلنا لمنطقة كتير حلوة اسمها مادونيا، هون رح نعمل فوتوشوب. أول لبسة هي اللي رح أصور فيها، كيف ما بتشوفوا عباية، لما رح أصور رح تشوفوا شو فيها بالضبط. تاني هلا وصلنا لهاللبسة الكتير حلوة، هي عباية وبنفس الوقت منطو كتير مختلفة ولونها أحلى، يعني كتير أنا كتير حبيتها. أنا قلت لها للديزاينر أحسن قطعة عندك هي هي، كتير حبيتها. خلصت الشوتينج واجيت بسرعة لمحطة الباخرة عشان اخر باخرة هي الساعة 7:30 وانا لازم اروح لاسطنبول عشان بكرة عندي مدرسة. فالمهم كان شوتينج كتير حلو، وكيف ما شفتوا عبايات كتير حلوة، عبايات مودرن عملاهم عبايات وبنفس الوقت ستايل سبور، يعني ستايل تبعهم سبور كتير مختلفين، انا حبيتهم كتير، بتمنى كمان انتم تحبوهم. فبتمنى تكونوا انبسطتوا معي بهيدا اليوم الحلو، ان شاء الله بشوفكم بيوم جديد بموضوع جديد. انتبهوا حالكم ومع السلامة، بشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.